بداية إطلاق الشفرة الوراثية من قبل عدة سنوات فتح مجالات كثيرة، ليست فقط للإنسان ولكن للحيوان والنبات. فنجد أنه توثيق سلالة أو التسلسل الوراثي لمشروع الآن قمون فيه اللي هو الإبل، هذا حيكون له مردود مهم. أولاً تعريف ما يسمى بالتسلسل الوراثي للسلالة، فتعرف الأب والأم، ومن هذا توثيق الإرث. ثانياً أنه يعطيك صفات الجمل من ناحية شكلاً وأداءً. ما في شك أنه المورثات بشكل عام لها تأثير مباشر. نعرف هناك مورثات للون، هناك مورثات للحجم، هناك مورثات للشكل العام، مطبقة في الإنسان على مدى سنوات. الآن نرى بهذا المشروع سوف يكون هناك نوع من القدرة لمربي الإبل أن يستطيع أن يحسن من سلالته، يحسن من شكلها الجمالي، يحسن من أدائها في السباقات أو تحمل القدرة. وهذا مزج العلم اللي الآن متاح تقنيا مع هذه الاهتمامات سوف يكون لها مردود كبير. وأنا أعتقد أن هذا المشروع الذي يوثق علاقة بين نادي الإبل المهتم بالمحافظة عن الإرث الوطني مع مؤسسة علمية رائدة في مجال الوراثة سوف يكون له مردود مهم، والتمازج بين الإرث والعلم سيكون في منفعة للجميع.